بالتزامن مع استعدادات نقابة المهندسين لعقد انتخابات النقابة لعام 2022 والمقرر إجراؤها في 25 من شهر فبراير الجاري، انطلق المؤتمر الانتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر في محافظة الأقصر في مستهل جولتها بمحافظات الصعيد. برنامج الانتخابي بتاعنا مبني على ثلاث محاور مهمين جدا، أول حاجة شباب المهندسين، تاني حاجة الاستمرار في تقديم خدمات متميزة، ثالث موضوع اللي هو دعم النقابات الفرعية كل فيما يخص في كل المشروعات اللي بنأمل انها تقدم خدمات متميزة للمهندسين، ومحور رابع خاص بالمعاشات وزيادة الإيرادات وزيادة معاشات الزملاء المهندسين الموجودين. معالي النقيب رد على كل الاستفسارات، شرح ما تم إنجازه في 4 سنوات في شتى المجالات، في كل ما أثير سواء من صندوق المعاشات، تعويض العجز اللي كان موجود بحوالي 500 مليون في 4 سنوات، زيادة الموارد للنقابة بما حقق فائض حوالي 1.9 مليار جنيه في 4 سنوات فقط رغم كوفيد-19. وتوافد عدد كبير من المهندسين على نادي التجديف بالأقصر لحضور مؤتمر المهندس هاني ضاحي وقائمته الانتخابية التي تضم 11 مهندسا في التخصصات المختلفة. واستعرضت قائمة مهندسون في حب مصر الإنجازات التي حققتها القائمة خلال الدورة الماضية والأولويات التي ستسعى القائمة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. نحولنا عجز تراكمي قدره 500 مليون جنيه لفائض تراكمي قدره 2.25 مليار جنيه، ده طبعا إنجاز ما حصلش في تاريخ النقابة، بنفتخر به جميعا كهيئة مكتب وكمجلس وكنقابات فرعية. بالإضافة أن هذا الكلام تم، احنا طورنا العديد من المقرات، طورنا العديد من النوادي، دعمنا الأنشطة زي أنشطة التدريب، أنشطة الإسكان، الأنشطة المتعلقة بمزاولة المهنة، الأنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية. هذا الكلام كله حصل فيه طفرة كبيرة جدا حققناها في ال4 سنين اللي فاتت. احنا عندنا يوم الاستحقاق الانتخابي يوم 25، وده للنقيب الفرعي ومجلسه واعضاء الشعب على مستوى الجمهوريه اللي هم ال7 شعب. اليوم ده ان شاء الله يوم 25 هيبقى فيه 3 ورقات للناخب اللي هو ينتخبه من المهندس، يعني ورقه منها اللي هياخدها كل شعبه، يعني حسب شعبه كل مهندس، مدني او عماره او ميكانيكا او كهرباء او كيمياء او بترول او غزل ونسيج. الورقتين التانيين اللي هو النقيب اللي هيختار النقيب بتاعه الفرعي بتاع المحافظه بتاعته، ومجلس النقيب اللي هو بيستحق ليه كل الاعضاء كلهم اسكان اي شعبه. اليوم التاني ان شاء الله اللي هو يوم 4/3 برضه هيبقى فيه ورقتين، هو ورقه النقيب العام على مستوى الجمهوريه والورقه الثانيه اللي هي الاعضاء المكملين. الهدف من الجوله هو عرض الانجازات والفعاليات ونشاطات النقابه خلال ال4 سنوات الماضيه وتقديم الرؤيه لما هو قادم ان شاء الله لو تم استكمال المجلس الحالي برئاسه معالي النقيب هاني ضاحي. برنامج ان شاء الله باذن الله في نقابه المهندسين، اللي انا طبعا ادعم الشباب وخصوصا انا بمثل فئه الشباب، وخلال مواجهه الشباب لسوق العمل وازاي تأهيله لسوق العمل، بالإضافة للتدريبات اللي احنا المفروض نأهل بيها الشباب، بالإضافة لشيوخ المهنة اللي احنا لازم نهتم بيهم، الرعاية الصحية وتنمية أوضاع النقابة كلها في اتجاه رؤية الدولة 2030 والتنمية المستدامة. اتكلمنا عن بعض ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بينا، ومن أهم الحقيقة الملامح دي هو ملف الشباب، ويمكن احنا في الفترة الأخيرة مصر بتشهد طفرة كبيرة جدا في مجال الإنشاءات، ومن هنا كان في فرصة للشباب في ملف ريادة الأعمال، وهنا الدولة الحقيقة بتدعم الشباب في هذا الملف عن طريق توفير بعض القروض يتم سدادها على فترات طويلة، وبنفس الوقت بتبقى الفايدة بتاعتها قليلة، وده شجع الشباب في الفترة الأخيرة على اللي هي تبتدي مشروعات ناشئة تحولها إلى أفكار وتشارك في المشروعات القومية زي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالم. وتحظى ملفات شباب المهندسين وتوفير فرص العمل واستكمال مشروعات تطوير النقابات والأندية وتطوير الرعاية الصحية والمعاشات بأولوية خاصة لدى قائمة مهندسون في حب مصر التي تخوض الانتخابات على كافة المقاعد.